استعداد فتحت البوابات. سباق جياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات بمختلف درجاتها. جائزة نادي الفروسية التقديرية قيمة الجائزة 90,000 ريال. مشاهدين الكرام الانطلاقة بدأت من ديب ساوث في هذه الأثناء من الداخل يتقدم، وأيضا متابعة من بقية الجياد، متابعة من رفيق النشامة وأيضا المحيط، والمنافسة القوية ما بين هذه الجياد والأفراس مع الانطلاقة التي بدأت مبكرا من ديب ساوث مسافة الميل وربع الميل. مشاهدين الكرام المنافسة القوية، المرشح على ما يبدو متراجع باونتي بيرج، وأيضا التقدم من ديب ساوث في هذه الأثناء. يأتي رفيق النشامة للمركز الثالث في محاولات من الداخل للتقدم هناك. مشاهدين الكرام التقدم لازال مع ديب ساوث، وأيضا في هذه الأثناء رفيق النشامة المركز الثاني. محاولات كذلك من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط على ما يبدو في هذه الأثناء، محاولات للتقدم من المحيط، وأيضا المحاولات تتوالى من بقية الأسماء. مشاهدين الكرام يحاول في هذه الأثناء أن يأتي الصقر من الخارج، وأيضا من الداخل هناك محاولات للتقدم من بقية الجياد والأفراس، فيما ديب ساوث يتقدم مع الدخول للخط المستقيم. رفيق النشامة يأتي قبل الدخول للخط المستقيم، رفيق النشامة يتقدم للمركز الأول. باونتي بيرج يحاول في هذه الأثناء التقدم للمركز الأول، فيما رفيق النشامة بقيادة لورينزو رويس وباونتي بيرج للمركز الأول من الداخل. مشاهدين الكرام المنافسة القوية والمثيرة والدخول القوي يأتي إذن في هذه الأثناء من نمر بدر يتقدم، محاولات للدخول بالفعل نمر بدر يتقدم بكل قوة يظهر بجانب